لازم نعمل شيء، لازم نعمل شيء. اسمع منيح، مشينا نوقف هاي الحرب يلي عرفنا كيف بلشت، وفي مساحة لنلتقي رغم كل الخلافات والاختلافات. لا لا، ما رح أخلي اليأس يحطمني، ما رح أخلي اليأس يدمرني، لازم أرجع من جديد رغم الحرب رغم الشهداء اللي ماتوا والجرحى اللي سقطوا، لسه في مساحة لنلتقي من جديد. بمناسبة يوم الأمل 8 أغسطس، ترقبوا بث الحلقات الكاملة من عندي أمل الثلاثاء الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن.